الضفادع الإفريقية العملاقة. الضفادع كائنات لطيفة جدا ومسالمة. إذا كان هذا رأيك فيها فتأكد أنك مخطئ للغاية. أكمل هذا الفيديو للنهاية لكي أثبت لك أنها كائنات في قمة الشراسة. من أكبر اللعنات على إفريقيا هي الجفاف، حيث يأتي وقت من أوقات العام فتحترق الأرض وتتشقق بعدما كانت من قبل بركون ومستقعات مائية. عندما تنظر إلى هذه الأرض الجافة فلا ترى فيها أي علامات للحياة، ولكن أحد هذه الكائنات نائم أسفل هذه الشقوق منذ 6 أشهر. عندما تهطل الأمطار وترجع المستنقعات إلى طبيعتها، يستيقظ هذا العملاق من النوم الطويل الذي دام لحوالي نصف العام.